قلت بسوي لكم توتوريال اليوم، لطيف خفيف. اول شي بلبس عدساتي هذي الهازل بيج. اوكي، من بلة يوميين، هذا اللون يومي. شوي أول ما تلبسينه تحسين إنه هو ها فاتح، بس عقب مع الميك اب وكذي يصير بيرفكت. اليوم توتوريال على برودكت صراحة من زمان قاعد يزولي، عشان اللي يبون يجربونهم ولون بشرتهم قريب لون بشرتي. اوكي بنات، الحين راح نبلش. خلي اقول لكم شيء، اليوم راح اسوي لكم توتوريال منتجات، يعني اغلبهم من عهود بيوتي. اوكي، اول شيء راح ابلش فيه هو الفاونديشن. انا طاحت علي درجة 120. خلي اقول لكم شيء، هو الفاونديشن اول نقطة هو فول كفر، ثاني نقطة الكفر ماله هو يعطيك فول كفر خاص منها، لكن هذا الفاونديشن اذا انتي ما وزعتيه بطريقة صح راح تحسين ان الكفر وايد خفيف. ليش؟ انا اقول لكم، لان القوام ماله، القوام يعني ملمس الفاونديشن وايد سوفت على البشرة، فمجرد ما انت توزعينه بطريقة غلط ما رح يعطيك الكفر الصح. اوكي، شلون دينا اخذ الكفر ماله؟ نصيحتي اول شيء ما توزعينه ببلندر، توزعينه بفرشة. ليش فرشة؟ عشان البلندر رح يسحب القوام مال هذا الكريم. شوفوا اللون، شوفوا الكبر البلندر، لان الكريم قلت لكم قوامه سوفت لكن الكبر عالي. شوفوا كهو الكبر قطع لي الاثار، بس ما تحسين انه هو ثقيل يقمت، لا يعني هذا حق البنات اللي تحب فول كبر بس ما تبي يكون طبقة وايد ثقيلة، فهمتوا؟ يعني أبي كبر بس ما أبي ثقيل يقمتني. الحين أدمجه عدل على كل بشرتي من فوق، قاعد أوزع بفرشة عشان ما أبي البلندر تسحبه مني أو تسحب الكبر ماله بالكامل مني. شوف الكبر، هذه الدرجة صحيح إنها حق البشرات الفاتحة، لكن الدرجة مو صايرة على أغلب يعني فونديشنات، الدرجة الفاتحة تصير على بينك على وردي، ما تناسب البشرة الخليجية. إحنا يناسبنا أكثر على بيج على أصفر، فالفاتح اللي هي مسويته صاير فيه طقة صفار، فهمتوا؟ مو صفار يغمجك، لا صفار يسوي لك موازنة حق لون بشرتك، بحيث ان لون بشرتك ما يقلب او تتغير او ان الفونديشن يتأكسد عقب فترة. حتى لو انت بشرتك فاتحة الفونديشن يتأكسد عليك بعد فترة تصيري رمادية، هذه الصفار اللي هي حاطتها ما راح يسوي لك هذه المشكلة. الحين راح استخدم ثاني برودكت هم من عهود بيوتي اللي هو سوبر لونج وير كونسيلر. الكونسيلر قوامه نفس قوام كونسيلر، خلينا نقول تارت، نفس قوام كونسيلر نارس، نفس القوام ونفس الكفر، لكن هذيل الكونسيلرات فيهم خيارات وايد ألوان تضيعك. عهود ما طلعتنا عن 6 درجات، من أفضلهم لي بالنسبة لي درجة رقم 2 و5 و3.
بس أنا راح أستخدم اليوم. أوكي. الحين أستخدم درجة رقم 2. الدرجة راح تنور لي تحت عيني بنفس الوقت. شوفوا الكفر. أوكي. الحين بالبيوتي بلندر. تعالوا. الكفر ماله شلون صاير. ترى لونه سوبر مناسب. ايش كثر يمنا لحظة. الحين شلون صار الكفر فل كفر على لوني. اوكي. الحين عاد انتي تتحكمين. انا راح اسوي شوية كونتورينج. انا احب شو يعني هني حتى الفاونديشن طبعا لونه وايد زين على لون ايدي لون وجهي. راح احط بس شوية كونتورينج اضبط لون بشرتي اكثر. مو اضبطه اسوي اخلي فيه تقاسيم اكثر. اوكي. بصراحة الكفر مال الكونسيلر حيل حلو يعطيك تغطية تينن ولونه حلو. اوكي. بس شو قاعد اسوي؟ قاعد اسوي تقاسيم. شو الحين بعد ما قسمت وجهي اسوي بلند دمج اكثر حق البشرة. الحين فانيلا من لورا مارسي اموت عليها. احطها تحت عيني. هل بس تحت عيني وهذه الاماكن الباقي الباقي بالاسفنجة. ما راح اكثر اكثر لان الفونديشن خلاص هو عطاني الكفر اللي انا محتاجتها. الحين راح ابلش بالعين. العين راح استخدم هذا البلد. كلكم اليوم التوتوريال كله باي عهود. شوفوا اول شيء عندها هذا البلد الوانه صايره بين البيسك البنيات مع الجولد والبرونزيات كذي. واحلى شيء ان هي حاطه اللون الاسود اللي هو اللون الاساسي اللي انا دائما اقول لكم اذا تبون شادو حلو شادو تستفيدون منه لازم يكون في اسود. يعني البلت اللي بدون اسود يكون ناقص بالنسبه لي لان درجه الاسود تقدرين تغمجين تفتحين. فعندها اسود عندها درجات البني العاديه ودرجات البني المحمره والالوان البيسك وايضا عندكم كذا لون جلتر. اوكي. الحين راح نبلش هم مستخدمه هذيل الفرق. اوكي. الحين راح ابلش بالشادو. سوري سويت لكم وايد زوم بس عشان تشوفون. قلت لكم راح استخدم البرشس مالتها. راح استخدم لون اسمه ساندستون. شوفوا قوة الألوان. ترى حتى الفرش دمجها حيل حلو. بس الحلو أكثر وضوح الألوان شلون طالع بهالشكل. الحين السايد الثاني بعد قاعد استخدم لونين مات. اوزع الحين راح اخذ فرشة شوي اضيق في لون انا محتارة ما بين ريد جاسبر او شي كذي وكوفي.
فراح اخلطهم اثنينهم، راح احطهم هني بهذه الزاوية بهالشكل، بحيث اخذ تدرج البني بفرشة محدودة الدمج. هذه من ست عهود، ترى ما قاعد اطلع عن شيء من ست العين ولا حتى عن بلت الآي شادو مالها. هذا الشكل، تعرف شلون صار عندي تدرج الألوان؟ ألوان فظيعة يعني، ألوان فظيعة يعني، اللي تبي ألوان صج تطلع بنيات جربة، يعني بيور بني، فهمتوا؟ الحين في فرشة صايرة كذي عندها، بحط من لون كوفي دايركتلي تحت عيني، ما راح اسوي تفخة تحت العين او اي شيء، لانه ودي هذا ستايل السوفت سموك. طبعا شوفوا شلون قاعد يطلع هني، احنا للحين ما حطينا اللون السايد الثاني. الحلو لان الوان بنات ما قاعد تنتثر، يعني ما قاعد تحوس الدنيا، اقول لكم الالوان ما قاعد تحوس او ما قاعد تخرب لي الدنيا، يعني قاعد احط قاعد يندمج بمكانه، المكان اللي انا ابي، ما قاعد يحوس لي يخرب لي عيني و و و كلش، هذا كله مو موجود حتى بالبلند. خطير شوي بدمج، شوفوا ايش حلاوتها، بيور براون. الحين بخفف من ورا، اخفف بالبيوتي بلندر، انا الضب معنى اصح. اوكي الحين شنو باخذ؟ باخذ الحين راح احط لون اسمه روز ماربل، تكفى تشوفوا هاللون شلون صاير. طبعا ها هذي الليكويد اللي عندها حطيهم بايدك، كلش مو بفرشة، لانه راح يطلعون نفس ما يعني تشوفوا اللون شحراته هني نفسه على عيني بدون اي فكس او اي شيء، بس هو بايدك توزعينه. طبعا تزيدينه حسب احتياجك، انا ابي هذا اللون بارز. اوكي عقب شوي شوفوا بهالشكل شلون صار اللون يمن واضح. الحين للأسف ست من تحت ومن هني، بشكل بسيط يعطيني كنا سموكي، بس أنا ما أبي أغمج عيني. شوفوا حتى الأسود شلون قاعد يندمج، داخل عيني بحط قلم لونه نحاسي من ماركة يوني، لونه نحاسي على بني شي كذي. شي صار عندي بيرفكت،
ايلاينر اسود واحدد العين. بس تحديدا من قدام. الحين عقب ما حطيت الايلاينر احط كسارة رموش و سكرة هذه مسكرة هدى بيوتي حلوة بنات ضد الماي ضد الماي ضد التعرق التطبع وهذا كذي هي ضد كله. وبعد ما حطيت رموش شو صار اللوك عندي هسه هنا احتاج يعني في العين احتاج بس شوية مسكرة. الحين ارسم حواجبي ما ادري ايش استخدم حقهم. يلا قلم انستازيا دام بويهي بس من ورا تاني شوي من تحت و الحين شوي بس جم شعرها طاير على كل حواجبي أنا. هذا القلم إذا نزل تأكدوا تدرون مو كلكم تنينون علي كثر ما هو ثابت أقوى قلم بني بيمر عليكم. كذي خلصت عيني الحين راح أنثر الباودر من تحت الشكل. شوف حالات اللوك ينن الوان الشدو اتينن كل شي ينن. الحين باخذ شوي من اوكي دودو بلاش أولية لأن ما ودي أحط بلاش وايد. يا ربي كل مرة أقول هالكلمة كل مرة ما أطبقها كل مرة بتشعب نفسي وأنا بقولها. الحين لاست ستوب احط حمرة عهود ودي احط افتح واحدة هذا اللون اسمه ماي تايب حمرها خالصين يعني اتمنى تلحقون على الباجري.
الفرشة بعد صالحة إني أنا أحدد فيها.